وأذكر لكم قصة حقيقية وقعت في الرياض، وكتب عنها أحد الكتاب في جريدة الرياض. هذه القصة قرأتها قبل يمكن 40 سنة. تحكي رجل اسمه أبو الروس، وسبب التسمية أنه ما يشتري من المجزرة إلا الروس والكراعين والرية والكرش، بلاش يشتريها، ذيك الأيام كانت رخيصة. وهو يملك عشرات المباني وعقار نص منفوح له، لكن بسيط، ويشتري الشباشب هذه أم 5 ريال، يشتريها بالكورة دي، يخاف لا تنقطع من البحر، وأولاده كلهم شباشب، ومرته الشبشب، ما فيه، ما عنده غير هذا، وروس، أكل روس. المهم آخر الشهر يناوب في المساجد على أساس يأخذ الإيجارات حقت الشقق حقت المباني. يوم من الأيام راح إلى منفوحة في مسجد ينتظر إيجار شقة، وبعدين ما شاف الرجال فزعل، قعد في المسجد، في رجل من أهل المسجد يظهر عليه الثراء النعمة والعافية وعنده عزيمة، فطالع كذا شاف الرجال هذا في طرف المسجد جالس هناك متكي زعلان شوية، قال لواحد من رجاله، قال شوف الرجال ذاك إذا يبغى يتعشى اعزم عندنا عزيمة. راح له عنده سلم عليه، قال يا فلان، قال نعم، قال الرجال هذا عنده عزيمة وهو يعزم، تبي تتعشى؟ قال الله يجزاك خير، فرح عشان يسلم من العجائب الروس حقته. المهم راح، ولا دخل ذيك البيت، قصر حوش مليان سيارات ومجالس وإضاءات علوما، ما تقوم السفرة وإذا فيها من كل ما لذ وطاب. اي والله، قام غلق يبغى يستأذن، يبغى يتعرف على الرجال، قال السلام عليكم وأنا بمشي لكن ممكن نتعرف؟ قال فلان بفلان. قال وش أنت؟ أنت أمير؟ قال لا والله ماني أمير. قال أنت وزير؟ قال لا والله. قال أنت رجل أعمال؟ بزنس، يسمونه بزنس، بزنس يعني قروش. قال لا والله ماني رجل أعمال ولا بزنس ولا بزنس. قال وش أنت؟ وش أنت؟ منين جاي من هذا القصور وهذا الذبايح والسيارات؟ وش أنت؟ قال الله عز وجل رازقني. قال كيف رازق؟ علمني. قال والله انا رجال تعمدت من اول حياتي اني اشوف الاثرياء ذولا، ارقب الواحد لين يموت، واذا مات تزوجت حرمته. اي نعم، وانبسطت في ماله، وعندي 3 ابشرك، عندي 3 حريم، وباقي وحده انا مفرغه لمرت واحدني قال له ابو الروس. يقولون عنده عقارات واجد، وأنا أبغى أرقبه يموت وألقط مرته وأخذ اللي عنده. ما درى أن هذا أبو الروس. يقول لك الرجال هز رأسه، قال وش اسمك؟ قال اسمي أبو مشعب. قال مع السلامة، يخرج من الفيلا حقته ويركب تاكسي لأول مرة في حياته، كان يدقها كعابي له 20 كيلو علشان 10 ريال. قال وقف تاكسي واركب، وروح بدال ما يروح البيت راح السوق المركزي وجاب سيارة وحملها من كل ما لذ وطاب، بالكراتين مو بالكيلو. اي نعم، وروح قسم الملابس واشتر للمرأة وللأولاد، وروح قسم العطور واشتر العطور. المهم جاء عند اللحوم أخذ ذبيحة وقدام ما يأخذ للرأس. المهم حمل السيارة دينا كاملة ويجيبها للبيت ويجيب معها عاملين ويخليها تريوس ويدعي المرأة من فوق، يا حرمة تفضلي. قالت وش عندك؟ قال تعالي عندنا خير. قالت وش عندك يا أبو الروس؟ ما معك إلا الروس، ما نبغى هذا الليلة. قال لا لا في علم. ويبدأ العمال ينطلون الأكياس وينطلون الكراتين وينطلون، ويدخل الرجال يولع الكهرب كله وهو قدام ما يولع إلا 21 شمعة، وما شغلته إلا يطف الكهرب بس، ولع العمارة كلها ولع الحوش. المهم وطلع على المرأة، قاموا الأولاد يوم شافوا الخير وشافوا النعمة، ويقوم يفك شنطته ويطلع لها 10,000، قال هذه هديتك، ويدعي أولاده أطلوا 1000 1000 1000 كلهم،
قاموا كلهم يطيحون عليه ويجلسون في حضنه ويسلمون عليه، الله يطول عمرك يا أبونا، الله يعطيك العافية يا أبونا، الله يرزقك يا أبونا، قدام ما يقربون منه عشان ريحته وعلشان بخله، ويتمنون الله بالليل والنهار أن الله يلقط روحه علشان يعينون خير. المهم يوم قالوا ادخلوا الحمامات، دخلوا الحمامات، أخذ الصابون تغسلوا، هو تغسل، لبس الثياب، المرأة تغسلت، طبخت العشاء، الدنيا تغيرت وإذا ليلة عيد. المهم بعد ما شبعوا وسلموا عليه عياله ودخل في غرفته مع مرته، جت فرشت له، وهي قدام ترقد لحالها من ريحة الروس اللي فيه، فرشت له وجابته وعطرته وعطرت نفسها، وبعدين قالت أسألك بالله يا أبو الروس، إيش اللي غيرك؟ إيش اللي حصل؟ قال الجواب عند أبو مشعاب، اللي غيرني طريقة أبو مشعاب. فأنت أخي الكريم إذا من الله عليك مال يا أخي لا تكون بخيل، أعطي أولادك، أنفق، لكن بعضهم لا، تشوف مثل أمين الصندوق يعد عدها لنا، ولهذا هو حجر في طريق سعادة أبنائه أو سعادة نفسه. أنفق ينفق عليك، وأعطي مما أعطاك الله حتى يحبك أهلك، لأنك بتموت يأخذونها ويقولون ليته قد تجمل، ليته قد أعطانا من أول. أعطيهم، خليهم يحبونك، خليهم إذا مت يبكون عليك، ما يفرحون بموتك. فالمال رب المال في تعب، اللي بهذه الصورة مثل أبو الروس، أما اللي في خير لا إن شاء الله ما هو في تعب. وفي تعب من افتقر، ويشقى العبد منهزما ولا يرتاح منتصرا.